طبيب. بالعكس انتوا اصحاب المكان. يسعد صباحك ياسر. يسعد صباحك اسو، كيفك؟ صباح الخير. هلا ايفا كيفك؟ يسعد صباحك. اشتاقينا لك، السبت ما شفناك، كنت انت مشغول اكيد وبتجهيزات كثيره، ودائما يعني بصراحه من ما تكون موجود اكو اختلاف عندنا بالحلقه. هذا من ذوقك يا ست اسيل، اكيد بدي اشكرك انت وايفا، وانا عن جد مشتاق لكم كثير، صار لي زمان ما شفتك، من الاسبوع الماضي، من الاربعاء الماضي تقريبا. اها لا، من السبت الماضي. تمام. ايه من السبت الماضي. اليوم مشاهدينا اخترنا لكم اكله سريعه وتعتبر نوع من انواع المقبلات، واللي بيشوفها انه ثقيله هي الاكله في كمان يعتبرها انه طبق رئيسي، اللي هي جرانتان بولونيز. الجرانتان اللي هي باستا، انا بقصد على المعكرونه، هي معكرونه الجرانتان. انا سلقتها وهوسها مع شويه زبده شوي صغيره، يعني انا بدي احط لها زيت، وعملت البولونيز. هذا هو البولونيز اللي بدي احطه مع اللي بدي احطه مع المعكرونه، وايضا اللي هي هلا رح احكي عنها، وجبن الموزاريلا. بالنسبه لصلصه البولونيز او خلطه البولونيز، هي عباره عن لحمه لحم غنم مع عجل وليه مفرومة، إضافة للجزر والبصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر ومعجون الطماطم وأيضا الثوم. مقادير البولونيز، أنا خليت تقريبا 200 جرام من اللحمة، إضافة لحبة واحدة من الفلفل الرومي الأخضر والفلفل الرومي الأحمر حبة بحبة، إضافة لحبة بصل كمان قطعتها مكعبات صغيرة، إضافة لملعقة من معجون الطماطم وجزرة واحدة مبروشة. هوستهم هدول كلاتهم مع بعضهم لحد ما استوت اللحمة. يا ريت لو أنه بتقدروا تشموا الريحة، كثير ريحتها زكية. رح اخلط هاي اللحمه مع المعكرونه وحط على وجهها الجبن ودخلها على الفرن، وطلع من الفرن ان شاء الله ومنقدمها بطبق التقديم ان شاء الله رح تنال اعجابكم. شنو رايك نفتح اتصالات شيف ياسر؟ والله انا ما عندي مشكله تفتحوا اتصالات، اكيد ما عندي مشكله اكيد. تمام. مخرجنا تمام، الاتصالات طبعا مفتوحه وتكون الارقام ظاهره اسفل الشاشه. أسيل أنتي صحبة أنتي بالمعكرونة؟ هو أي. أنا صحبة مع كل شيء ما عدا مكون واحد صدمني هسا أنت بس قلته. أكيد عرفتها. الزبدة؟ لا زبدة. توم؟ شو ليه ما ليه؟ وين؟ ما ليش؟ يعني مو مو. ليش؟ أسيل بتدوب اللي. بتدوب. أنا أول شغلة بسوي إنه بسيح اللي. ضرورية؟ يعني نستغني نحط مثلا ملعقة سمنة؟ هلا ست البيت اكيد اللي ما بتحب اللي هي بتحط سمنة، بتحط زبدة، بتحط زيت. هذا الموضوع راجع لها اكيد. بس اللي هي طعمها اطيب صح؟ بس هي اللي انا هي بتعطي طعم. هي فيها زكاوة باللي طبعا يعني. اضافة للبهارات، انا ما حكيت على البهارات، فقط الملح والفلفل الاسود والفلفل الابيض، ما ضفت اي اضافات ثانية ابدا. ملح، فلفل ابيض وفلفل اسود، لازم يكون طعمة الفلفل الاسود شوي طاغية على الفلفل الابيض وعلى الملح. هلا انا خليت المعكرونة بالبايركس، الكمية كلها رح اضيفها او نص الكميه رح اضيفها مشان نخلي انت المعكرونه بس سلقتها وحطيت مع السلق زبده بالضبط، شايفه هيك حتى لا ممكن لا تلتصق وتنطي لمعه فقط بدون ملح بدون شيء. كل حبه لانه انا مملحها شوي اللحمه. رح اخلط سوا المكونات كلياتها مع المعكرونه. الجرانتان في عالم بتحط لها بشاميل، انا ما حطيت لها بشاميل، خليها تكون ناشفه طعمتها اطيب حتى يطلع طعمة اللحم مع المعكرونة والجبن. طبعا أنا بدي أسوي بالبيت أسيل، يعني ما أعرف ليش يلزق بعضهم وخلي له زيت همينه. شيف ياسر هي أتصور ياسر المعكرونة بعد ما نطلعها لازم تعرض للمي الباردة. للمي الباردة. خليها بمصفي. وشوفي أنا مساعد شيف، يعني أنفع بعض النصائح والإرشادات. وتفتحين عليها الحنفية مي بارد لأنه تبقى حارة تلتصق هواية تلتصق وتبقى لا ما تحتاج يعني نقطة. أسيل أنت مو مساعد شيف، أنت شيف بحارة. معك أني مش مساعد. لا بالعكس أنت الشيف وأنا المساعد. الله يسلمك يا رب. تسلم يا ياسر من ذوقك. رح أضيف شوي من الجبن أيضا داخل المعكرونة. طيب. شنو كان نوعية الجبن؟ جبن موزاريلا. برميزان ما تنفع؟ البرمزان على الوجه، ما بتصير خلطة داخل المعكرونة. البرمزان فقط على الوجه، ما بتدخل الفرن لأنه البرمزان يعني بتدخل الفرن تطلع كلها مي وسايحة كثير. صح. ايه جربتها أنا من خلال التجربة طلعت بهالنتيجة.
بس لا الموزاريلا بتعطي طعمة طيبة، بتعطي شطة للمعكرونة، وبنفس الوقت ما فيها مي، ما بتنزل مي على الحرارة. هذا الطبق من الأطباق اللي ما يصير بيه صوص كثير؟ لا ما في صوص. لهذا ممكن ينفع صدق يعني كمقبلات؟ مقبلات نعم. في عالم بتاكل يعني مثلا مثل الجرانتان، مثل اللازانيا، هي كلها مقبلات. يعني في ناس بتعتبرها مقبلات، الطليان هذول بيعتبروها هيك يعني انه مثل شويه سلطه قبل الاكل. امبارحة انا جربت مطعم جديد ايضا ما نقول وين يعني نعتبرها دعايه للمطعم، ولكن هو ايضا الشيف سوري، الكادر كله سوري، فطلبت هم باستا ياسر فوتوتشيني الفريدو. فوتوتشيني الفريدو، فكانت يعني مو بهذاك القدر بصراحه. ذكرت لازم نجي، قلت لو ياسر يستلم هذا المكان نفسه. طيب شيف ياسر ف ايش يسوي؟ والله انا بدي اروح لعند اسيل على البيت اسوي له فوتوتشيني. شو رايك اسيل؟ كثرت الوعود بس انت بتعرفي يعني الضغوطات. صار كم هسه لي حد لاني طلبت السمج؟ اي السمج بعد لا هو بس فتح المحل حرام انشغل جدا به، حتى الحاله الصحيه تردت عنده، بس المهم انه الحمد لله يعني اكو رزق الحمد لله. بس والله اسيل يعني تعب. يلا انت قدا وقدود اسيل، ما تجي هنا طبعا غنى لنا وغنى لعبد الله. يا ايفا انت والله ما بعرف عم تعملي مشكله على الجو. شوف اللي اطلبه اني دا يتنفذ بيوم الاوف مالتي، يعني تحسها انه مكيده، تحس انه احد يعني دا يحاول يثبت. بتعرفي شغنيت زين؟ شغنيت والله كن منصفا يا سيد القاضي. غنيت لكاظم الساهر. كاظم الساهر معروف. انا سامعتك بالقدود الحلبيه حلو. هلا غني لي شي مقطع لصباح فخري. لصباح فخري شو بدنا نغني لك لصباح فخري؟ بس خليني اول اقول للمشاهدين، مشاهدينا صار الجرانتان جاهز مثل ما عم تشوفوا، خليت الجبن على وجهه، هلا رح دخله على الفرن درجه حراره 180 درجه مئويه، رح نخليه بالطبقه الوسطى من الفرن لمده نص ساعه لحد ما يتحمر الجبن كلياته ويسيح الجبن اللي جوا، المعكرونه مستويه والصلصه اكيد مستويه، صلصه البولونيز مستويه. ان شاء الله بنرجع بنقدم ما بنقطع لكم قطعه وبتشوفوها كيف شكلها شهي ولذيذ. رح اغني لأسيل الغنية اكيد لانه ما فيني على زعلة لأسيل. الله يسلمك يا رب، مع انه انت تعبان صوتك يعني. والله صوتي تعبان بس وقريب وهالتفاصيل. زين ما طلبت منك عراضة يعني، لان ما قلت لك تسوي لي شوي وصلة من العراضة بما انه انت عندك فرقة. شو بدي اغني لك؟ شيء له علاقة بالقدود الحلبية. بالقدود الحلبية؟ طيب طبعا ما راح اغني الموال ندخل على يلا يا شباب كلنا اذان صاغيه. ومالك يا حلو مالك، هو الغرام غير حالك، حكموا عليك يا عزالك لما رأوك بجمالك، يا عنيا لما رأوك بجمالك، انت حياتي وروح قلبي بحبك لكن ايه ذنبي، انت حياتي وروح قلبي بحبك لكن ايه ذنبي، ما تحطي قلبك على قلبي داوي حنيني بوصالك، يا عنيا داوي حنيني بوصالك. الله 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 يا ياسر يسلم هتم. الله يسلمك. على قولتنا نحن بالشام يسلم هتم. لازم طبعا ذكرتني بهالاغاني، اصور هذا شريط سجلته وفاء موصلي بصوتها وزغاريت وكذا، انا عندي اياه بصوت وفاء موصلي تصور. اي اللي هي اخذت دور فريال بباب الحاره. عملت هي شيء لانه كثير نجحت بدور بباب الحاره. فعملت هي القصه، عملت سي دي وكاسيت ل للاعراس والمناسبات وزغاريت، حتى الدعوات للتدعيه دخلتها بالمغفان. عندي اياه اللي ذكرتني به ياسر، كلك ذوق شديد. ننتظر اكيد الطبق
شنو كان اسم الطبق؟ جرانتان بولونيز. جرانتان هي واحدة من انواع الماكرونات الباستا اللي هي الباستا هي هي الطويلة. اي جرانتان هي البرانك جرانتان، مع انه هي كل واحدة لها اسم. لا اسم اكيد. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد مهرجان القراءة مباشرة. المطعم شي فياسر، ولكن بصراحة مطعم شي فياسر. لا يا جماعة، ايفا شكلك جوعانة كثير اليوم، بدك تروحي شوي بالها على المطعم. شوف قديش سويت لك كل هذا. ايوه ما شاء الله ريحته كلش طيبة بالضبط، والنتيجة كلش رائعة. خلينا نقطع، شو رأيكم؟ هو هاي شوف الأهم، طبعا هي هم عبارة عن مطعم صغير، هذا من هي تطلع الجبنة بهالحالة السايحة، هذا المشهد اللي عذب القاتل دائما التعذيب. هاي المعكرونة مثل ما ذكرت في ناس مقبلات، مقبلات الطليان هي عندهم وجبة، يعني وجبة رئيسية، مو مقبلات. صح. هي مثل ما عم تشوفوا يعني افلام من الجهة الثانية. هي الجرانتان مثل ما عم تشوفوا محشية لحم وجبن. يا ياسر تسلم ايدك، عشت ايدك حظوظ. انا طبعا شوف هلا دغري فورا الشوكة انا يعني مجهزتها، بس حظوظ شنو بحذر لي بسبب اللي اي المكون هذا اللي اني يعني مو علاقتي به مو حلوه. بسم الله المتذوقه. انتظروا انتظروا شوي الجبنه. انتظروا والله ما مبينه لي، ما طعم بس شوي. دولي لقمه ثانيه هيك تكون مرتبه مشان مو خاف تطلع ياسر. ما بتطلع، انا عامل لك على مسؤوليتي. ما بتطلع على الجواني يعني ردود افعالي اذا جت لي ما بتوثق فيني. كل الثقه خلص كلي، انا عم اقول لك كلي وانت مطمنه. والله طبعا. يلا هاي الثانيه. ها العافيه. شباب والله اكو يكفي، يعني لا تخلون عين علي. رائعة عن جد، ملحها بحد وفلفلها بحد وكل التفاصيل بصراحة ولا أروع. صح وافق. وطيب كثير من الأكلات البارحة. خلاص لك عندي أكلة فوتوتشيني. ألفريدا فوتوتشيني. عشان إيدك شيف ياسر. وانتوا العايشين أكيد وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم. بدي أشكر كل اللي تابعونا من وين ما كانوا عم يتابعونا، بدي لهم انطرونا إن شاء الله بحلقة جديدة يوم السبت. أكيد رح أكون موجود أنا وأسيل وإيفا إن شاء الله. كل الحب من القلب. إلى اللقاء.